بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مجددا أعزائي تلاميذ البكالوريا الشعب العلمية. اليوم سنتطرق إلى حل تمرين في مجموعة الأعداد المركبة. التمرين الظاهر أمامكم، ننسب المستوى المركب، التمرين مقترح طبعا، ننسب المستوى المركب إلى معلم متعامد من جنس OUV، وحدة الطول على المحورين 1 سنتيمتر، بمعنى أن طول E هو 1 سنتيمتر ولا أقل طويلة، وطول G هو 1 سنتيمتر ولا أقل طويلة كذلك. السؤال الأول، جد العددين زد 1 وزد 2 الجذرين التربيعيين للعدد المركب L، حيث L يساوي 2 ناقص 2 E جذر 3. في البداية سأذكر بكيفية إيجاد جذر عدد مركب. لدينا إذا كان L عدد مركب ما، نبحث عن الجذر التربيعي أو جذريه التربيعيين. الجذر التربيعي لآل ليكن سيجما، أو نعتبر سيجما الجذر التربيعي أو جذر تربيعي لآل، هذا معناه أن سيجما مربع يساوي L. إذا افترضنا أن سيجما يساوي x زائد e y، x زائد e y، سيجما مربع وش راح يكون؟ سيجما مربع وش راح يكون؟ راح يكون x مربع، يكون x زائد e y الكل مربع، بالتالي يكون x مربع ناقص y مربع زائد 2 x y e. لو طابقنا سيجما مربع مع L باعتبار أن سيجما مربع يساوي L، سيكون الجزء الحقيقي لسيجما مربع هو X مربع ناقص Y مربع يساوي الجزء الحقيقي لL. الجزء التخيلي لسيجما مربع هو 2 XY، راح يكون يساوي الجزء التخيلي للعدد المركب L. وكذلك لدينا معلومة أخرى اللي هي طاولة سيجما مربع راح تساوي طاولة L. طاولة L أو طاولة سيجما مربع راح تساوي X مربع زائد Y مربع بالجذر تربيع، راح يروح التربيع تساوي طاولة L. بالتالي راح يكون عندنا ثلاث معلومات لإيجاد جذر التربيعي للعدد المركب L. المعلومات سننظمها كالآتي: نعتبر سيجما يساوي x زائد y مع التحفظ على كلمة نعتبر، حيث سيجما مربع يساوي L. إذن x مربع ناقص y مربع يساوي ريال L أو الجزء الحقيقي لL. x مربع زائد y مربع يساوي طويلة L. 2 xy راح يساوي الجزء التخيلي لآل أو إيماجينير آل. بمساعدة هذه المعلومات سنحصل على جذرين تربيعيين. للعدد المركب آل الظاهر أمامي في التمرين. لدينا السؤال ألف أو السؤال واحد. آل يساوي 2 ناقص 2 إي جذر 3. نعتبر أو ليكن أفضل ليكن سيجما العدد المركب X زائد E Y، حيث سيجما مربع يساوي L. رياضياتيا أقول هنا يبلي سيجما هو الجذر التربيعي لL أو هو جذر تربيعي لL، فيكون إذن X مربع زائد y مربع يساوي طويلة L وتساوي، دوك نشوفوها، x مربع ناقص y مربع يساوي الجزء الحقيقي لL ويساوي، دوك نشوفوها، 2 xy راح يساوي الجزء التخيلي لL. ثاني دوك راح نشوفوه. اولا x مربع ناقص y مربع يساوي ريال L، الجزء الحقيقي لL هو 2 xy راح يساوي الجزء التخيلي لآل، الجزء التخيلي لآل هو العدد أو معامل الـ e اللي هو في هذه الحالة ناقص 2 جذر 3. وراح نشوفوا طاولة آل قداش. عدنا 2 مربع زائد 2 جذر 3 مربع كامل بالجذر، راح تعطينا 4 زائد 12 بالجذر، النتيجة راح تكون 4 هنا 16 جذر 16 4 جذر 16 4 أو عفواً
ثلاثة من أربعة. نعم، نحن هنا بصدد البحث عن X و Y، وبالتالي البحث عن سيجما اللي هو جذر تربيعي لآل. نبحث عن X و Y، المعلومة تكفي. انطلاقا من المعادلتين الأوليين هنايا، نقدر نجمع الطرفين نحصل على 2X مربع، أو بجمع نسمو هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة. بجمع واحد واثنين طرفا لطرف طرفا لطرف، نجد ماذا؟ نجد X مربع زائد X مربع يعطي 2X مربع، زائد Y مربع ناقص Y مربع الصفر تروح، بالتالي النتيجة راح تكون 4 زائد 2، النتيجة 6. 2X مربع يساوي 6، هذا معناه أن X مربع يساوي 6 على 2، وبالتالي X مربع يساوي 3. إذن X مربع يساوي 3. واضح أن X الآن يساوي جذر 3 أو ناقص جذر 3. إذن دائما مع إذن X يساوي جذر 3 أو X يساوي ناقص جذر 3. لقينا X قيمتين، هنا راح نبحث على Y، نعوض X الأولى لنجد Y الأولى، نعوض X الثانية لنجد Y الثانية. ايه 2 في جذر 3 في Y ماذا يساوي؟ ناقص 2 جذر 3، ناقص 2 جذر 3، واضح أنه يمكن الاختزال أو نهبط 2 من جذر 3، النتيجة راح تكون Y يساوي ناقص 1، بمعنى أنه إذا كان X يساوي جذر 3 فإن Y يساوي ناقص 1. بنفس الطريقة إذا كان X يساوي ناقص جذر 3 في Y يساوي ناقص 2 جذر 3، بالتالي أن Y يساوي الواحد بوضوح. ومنه سيجما عدنا حالتين، إذا كان X يساوي جذر 3 فإن Y يساوي ناقص 1، بالتالي سيجما يساوي جذر 3 ناقص E. الحالة الثانية إذا كان X يساوي ناقص جذر 3 فإن Y يساوي 1، وبالتالي سيجما يساوي ناقص جذر 3 زائد E. إذن سيجما يساوي ماذا؟ يساوي جذر 3 ناقص E، أو سيجما يساوي ناقص جذر 3 زائد E. نكون قد حصلنا على الجذرين التربيعيين للعدد L، لسماهم هنا في بداية التمرين زاد 1 وزاد 2. زاد 1 أي زاد 1 يساوي جذر 3 ناقص E، وزاد 2 يساوي جذر 3 زائد E. ننتقل الآن إلى الشطر الثاني من السؤال الأول، وهو كتابة كل من العددين زاد 1 زاد 2 على الشكل الأسي. في البداية تعقيب، لدينا هنا سيجما يساوي ناقص جذر 3 زائد E، بالتالي زاد 2 راح يكون ناقص جذر 3 زائد E، وزاد 1 هو سيجما الأول اللي هو جذر 3 ناقص E. نكتب هذين العددين على الشكل الأسي، عندنا زاد 1 يساوي جذر 3 ناقص E، جذر 3 ناقص E، وزاد 2 يساوي جذر 3 زائد E، أو ناقص جذر 3 زائد E. أولا نحسب طاولة كل من زاد 1 زاد 2. طاولة زاد 1 وش يساوي؟ جذر 3 مربع زائد ناقص 1 مربع، بالتالي النتيجة راح تكون 2. نفس الطريقة متعكسين في الإشارة، عدين متعكسين في الإشارة راح يكون عندهم نفس الطاولة، بالتالي الطاولة راح تكون تساوي 2. نعتبر تيتا 1 هي أرجمون زاد 1 ونبحث عن تيتا 1. نضع أرجمون أو نخلوها قيس رئيسي بالماجسكيل هنايا، أرجمون زاد 1 تساوي تيتا 1، حيث كوس تيتا 1 يساوي إكس على الطاولة اللي هي إكس اللي هي جذر 3 على 2، جذر 3 على الطاولة اللي هي 2. سينوس تيتا 1 وش يساوي؟ سينوس تيتا 1 وش يساوي؟ إيكغراك على الطاولة اللي هي ناقص 1 على 2. إذن لو كانت القيمتين موجبتين، تيتا 1 راح تكون بي على 6، لكن السينوس سالبة، بالتالي الزاوية أو قيس الزاوية أو الأرجمون راح يساوي ناقص بي على 6. هنا يعني اعتبرتها قيس رئيسي، بالتالي مكن لها نزيد 2 زائد 2 كابي.
ننتقل إلى أرجمون زد 2. أرجمون زد 2 أرجمون زد 2 يساوي تيتا 2، نعتبره تيتا 2، حيث كوس تيتا 2 كوس تيتا 2 يساوي ناقص جذر 3 على 2 ناقص جذر 3 على 2، وسينوس تيتا 2 سينوس تيتا 2 يساوي 1 على 2 بنفس تطبيق نفس القواعد اللي هي اكس على الطاوله ايغريك على الطاوله. عندنا بنفس الطريقه لو كان ما كانش الناقص عندنا في البدايه الزاويه او الزاويه تاعنا راح تكون بي على 6 باعتبار ان الكوس سالب راح تكون بي ناقص بي على 6 وبالتالي النتيجه 5 بي على 6. لاحظ انها تكون بي ناقص بي على 6 بالتالي 5 بي على 6 5 بي على 6 زاويه قيس رئيسي دائما مع الارغمون هنا بالماجيسكيل. كملوا مع السؤال الثاني. نكملوا مع السؤال الثاني. السؤال الثاني المطلوب منا نعتبر النقط A و B C أو قبل لقينا الطاولة والعمدة الكل من زاد واحد زاد اثنين نكتب على الشكل أسي. بالتالي زاد واحد يساوي الطاولة اللي هي اثنين في أسية E في الزاوية اللي هي ناقص B على ستة. العدد الثاني هو زاد اثنين يساوي الطاولة نفسها الزاوية E خمسة B على ستة. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني نعتبر النقط A B C صور الأعداد زاد A يساوي 2 E زاد B يساوي جذر 3 ناقص E زاد C يساوي جذر 3 زائد E وزاد C يساوي جذر 3 ناقص E على الترتيب. المطلوب رقم واحد بين أن الشعاع A B يساوي الشعاع O C. السؤال اثنين ألف. أولا للتذكير أن الشعاع O B الشعاع ماذا؟ الشعاع AB شعاع AB يساوي الشعاع OC. معناه في الأعداد المركبة ماذا معناه؟ ما هو معناه؟ معناه أن زاد B ناقص زاد A يساوي زاد C ناقص زاد O. زاد O اللي هي الصفر. أيوة معناه نتأكد من هذه المساواة نرجع نقول بلي المساواة هذه رها محققة. لنحسب زاد B ناقص زاد A زاد B ناقص زاد A زاد B ناقص زاد A ماذا يساوي؟ نشوفوا زاد B. زاد B هي جذر 3 ناقص E جذر 3 ناقص E ناقص زاد A ناقص زاد A اللي هي 2 E بعد ما نفكك الأقواس جذر 3 ناقص 3 E. هذا عن زاد B ناقص زاد A. نروحوا لزاد C. زد بي هي زائد جذر زد بي ناقص زد A زائد E. هنا راح تجينا النتيجة ناقص E. نروحوا لزد C ناقص زد O تساوي زد C وتساوي جذر 3 ناقص E. لقينا زد بي ناقص زد A يساوي زد C ناقص زد O متساويين. إذا الشعاعين AB و OC متساويان. إذا الشعاع AB يساوي الشعاع OC. راح يتساءل المتساءل على الهدف من هذا السؤال. إذا تساوى شعاعان مثلا نروحوا لمتوازي الأضلاع مثلا A B C D. إذا كان الشعاع A B يساوي الشعاع D C فإن الرباعي A B C D متوازي أضلاع. معناه هنا رانا استنتجنا متوازي أضلاع اللي شكله هو A B C O C A B C O A B C O. تقدروا تأكدوا منها A B C O. لاحظ بأن الشعاع O B A B يساوي الشعاع O C. معناه أن الشعاع A B C O متوازي أضلاع. دي المعلومة فقط ممكن نحتاجها فيما يلي من أسئلة. ننتقل الآن إلى السؤال B. السؤال B استنتج طبيعة الرباعي. كان هو السؤال الموالي. استنتج طبيعة الرباعي O A B C. بما أن AB يساوي OC بين أن AB يساوي OC وعين قيسا للزاوية الموجهة. قبلها قيسا للزاوية الموجهة AB OB AC. نجاوبوا على الشطر الثاني قبل استنتاج طبيعة الرباعي. قيس الزاوية OB AC راح يساوي argument
العدد مركب اللي تحدثنا عليه في فيديوهات سابقة. العدد مركب مشكل من زاد ناقص زاد، زاد ناقص زاد. راح هذا يظهر في المقام زاد بي ناقص زاد او، زاد بي ناقص زاد او، وهذا في البسط زاد سي ناقص زاد ا، زاد سي ناقص زاد ا، ويساوي كاين تحفظ على هذه عبارة عن زاوية تساوي، الزاوية لا تساوي. هي في الحقيقة من المفروض نديرو قيس الزاوية ونضرب هذا الرمز، صح؟ درجة أننا نكتب مباشرة القيس هو نفس الزاوية، رغم أن الإصطلاح خاطئ، لكن تجاوزا راح نقدر نستغناو على هذا الخط لهنا، تجاوزا فقط. أرجمون زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص، أرجمون زاد سي ناقص زاد أ على زاد بي ناقص زاد أو يساوي، نكملوها ونعوض الأعداد بما يساويها، نعوض الأعداد بما يساويها. زاد سي وش راح تساوي لهنايا؟ جذر 3 ناقص إي، جذر 3 ناقص إي، جذر 3 ناقص إي، ناقص زد أ، ناقص زد أ اللي هي ناقص 2 إي على زد بي اللي هي جذر 3 زائد إي ناقص زد أو، جذر 3 زائد إي ناقص الصفر، وبالتالي تساوي أرجمون، أرجمون جذر 3 ناقص 3 إي على جذر 3 زائد إي. راح نحسب هذا العدد المركب، كل واحد كيفاش راح يحسبه. نقترح عليكم طريقة باش تحسبوه هنايا، النتيجة كل واحد كيفاش راح يحصل عليها بطريقته. أنا نقترح عليكم هذه الطريقة اللي راح نرتجي لها لهنايا، هذه جذر 3 مربع، جذر 3 مربع هنا نقدر نضرب في ناقص اي مربع تولي النتيجة ناقص، أو ناقص اي مربع اللي هي 1 ناقص اي مربع في جذر 3 ناقص جذر 3 مربع اي على جذر 3 زائد اي. اذا خرجنا هنايا عامل مشترك اللي هو ناقص جذر 3 اي، تولي لنا ارغيمون ناقص جذر 3 اي مضروبه في لهنايا، واش تقعد لنا؟ نكمل العمليه. هنا نعاود نشرحها برك. هنا ضربت في ناقص اي مربع، عندنا ناقص اي مربع راه يساوي 1، وكأنني ضربت في واحد، ولا في ناقص اي مربع جذر 3، هذه الثلاثة حولتها إلى جذر 3 مربع، والأمر طبيعي، يمكن أن تحسبها بالآلة الحاسبة عادي. هنا راح نخرج ناقص جذر 3 كعامل مشترك، ناقص جذر 3 اي عفوا، هنا راح تقعد لي اي بالزائد، وهنا كي نخرج جذر 3 اي بالناقص راح تقعد لي جذر 3، جذر 3، نغلق القوس على جذر 3 زائد اي. واضح بأن جذر 3 زائد اي في البسط في المقام يمكن اختزالها، تقعد لي ناقص جذر 3 اي، ناقص جذر 3 اي. نكمل العملية في الجانب الأيسر من السبورة، تبقى لي النتيجة تساوي أرجمون، أرجمون ناقص جذر 3 اي. عدد تخيلي صرفا بمعامل سالب، عدد تخيلي صرفا بمعامل سالب، مباشرة الزاوية راح تكون ناقص بي على 2، تقدر تتخيلوا في معلم، تقدر تخيل الصورة تاعو في معلم، تجي لهنايا عفوا سالب، الإيكغريك سالب، الزاوية راح تكون بهذا الاتجاه ناقص بي على 2 مباشرة. هذه معلومات المفروض نكتسبوها بالممارسة، معلومات اللي ما يقدرش يحسبها يحسبها بالطرق العادية التقليدية النمطية. نكمل الآن مع السؤال ب، استنتج طبيعة الرباعي أو أ بي سي. أولا في البداية رأينا أن أ بي يساوي أو سي، وهذا يوفر لنا شرط متوازي أضلاع، زائد أن أو بي وأ سي بيناتهم زاوية قائمة بمعنى أنهما متعامدان. لو نرسم شكل كيفي لمتوازي أضلاع أ شعاع أ بي، لقينا بلي الشعاع أ بي يساوي الشعاع أو سي، ولقينا باللي الزاوية الرابطة ما بين الشعاع أو بي والشعاع أسي زاوية قائمة، الشعاع أو بي والشعاع أسي، بمعنى القطران متعامدان زائد متوازي أضلاع، بالتالي هنا نهضر على الشكل معين. إذا توفر أن الشكل ما أو رباعي ما هو متوازي أضلاع زائد قطراه متعامدان فهو معين، إذا توفر أن شكل رباعي ما هو متوازي أضلاع زائد إحدى زوايا زاوية ذات الرأس ب أو زاوية ذات الرأس سي أو زاوية ذات الرأس أو أو زاوية ذات الرأس أ قائمة، فالرباعي مستطيل. إذا توفر الشرطان
الأخيرين مع متوازي أضلاع فالرباعي مربع. هنا يرون القطران متعامدان، لدينا السؤال ب، لدينا شعاع AB يساوي الشعاع OC و OB المستقيم OB أو القطر OB يعامد مع التحفظ على الرمز دائما الشعاع أو المستقيم AC. القطران متعامدان وشعاع مستويان، إذن OABC معين. هكذا نكون قد أجبنا عن السؤال ب. ننتقل الآن إلى السؤال جيم. عين لاحقة أوميغا مركز الرباعي OABC، مركز الرباعي OABC، مركز الرباعي أو يتحدث هنا عن مركز ثقل الرباعي أو المرجح بمعاملات 1-1-1. قاعدة مرجح قاعدة واضحة وبسيطة. جيم زاد أوميغا، نبحث عن لاحقة النقطة أوميغا اللي هي زاد أوميغا تساوي زاد أو بمعامل واحد زائد زاد A بمعامل واحد زائد زاد B بمعامل واحد زائد زاد C بمعامل واحد على مجموع المعاملات اللي هي 1+1+1+1. مركز الرباعي أو مركز ثقل الرباعي نفس الشيء، الأمر دائما يتحدث عن المرجح لكن المعاملات 1+1+1. لو كان مثلث راح نكون 3 نقاط وثلاث معاملات اللي هي 1+1+1. أما المرجح بصفة عامة راح يعطي لك المعاملات ألفا وبيتا وغاما، راح نضربهم لهنا ويكون المجموع تاعهم لهنا. زاد أو هي 0، زاد A هي 2E زائد جذر 3 زائد E زائد جذر 3 ناقص E على 4 ويساوي 2E زائد E ناقص E، تروح لهنا تقول 2E، 2 جذر 3 على 4 تولي 2 جذر 3 زائد 2E على 4 بعد فصل أو تفكيك الكسر تعطي جذر 3 على 2، جذر 3 على 2 بعد اختزال 2 مع 2 زائد 1 على 2E. هكذا نكون قد أكملنا السؤال الثاني. ننتقل الآن إلى السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 في شطره ألف يقول اكتب العبارة المركبة، العبارة المركبة للتشابه المباشر S الذي يحول A إلى O ويحول C إلى B. أولا ما يجب أن نعرفه، في السؤال 3 ألف أن كل تحويل نقطي أو كل تشابه مباشر عبارته المركبة راح تكتب من شكل زاد فتحة يساوي ألفا زاد زائد بيتا. كل تشابه مباشر سواء للتذكير أن الانسحاب والدوران والتحاكي هي حالات خاصة من التشابه المباشر الذي يكتب على هذا الشكل، حيث ألفا ينتمي إلى سي ما عدا الصفر. كل تشابه مباشر يكتب على هذا الشكل. يحول A إلى O معناه أن زاد A تكون لهنايا وزاد O تكون لهنايا. يحول C إلى B معناه أن زاد C تكون لهنايا وزاد B تكون لهنايا. ونبحث عن ألفا وبيتا، إذا وجدنا ألفا وبيتا نكون قد عينا أو قد وجدنا العبارة المركبة للتشابه المباشر. أولا يحول A إلى B معناه S لA يساوي O. هذه الكتابة تعني أنه يحول A إلى O. معناه زاد O يساوي ألفا في زاد A زائد بيتا. دائما أنا أبحث عن ألفا وبيتا. الثانية يحول C إلى B معناه أن S لC يساوي B، وهذا أيضا معناه أن زاد B يساوي ألفا في زاد A زائد بيتا. دائما أنا أبحث عن ألفا وبيتا لتعيين عبارة التشابه المباشر الذي يحقق الشروط الآتية. هذه جملة معادلتين مجهولها ألفا وبيتا، بإمكاني حلها بأي طريقة. يمكن أن أطرح بيتا نتخلص من بيتا، يقعد لي مجهول واحد اللي هو ألفا. بالطرح نجد هذه إحدى الطرق، بالطرح طرف لطرف طبعا نجد بالطرح نجد نطرح هذه نقص هذه أو هذه نقص هذه. كيف أنا نبدأ بزاد بي باش تكون هذه الصفر هي الثانية. زاد بي ناقص زاد أو يساوي ألفا زاد A ناقص ألفا عفوا يحول سي إلى بي، ألفا زاد سي ناقص ألفا زاد A، نخرج ألفا عن المشترك تعطيني زاد سي ناقص زاد A، والبيتا تروح مع البيتا. نبحث عن ألفا، ألفا ماذا يساوي؟ ألفا يساوي زاد بي ناقص زاد أو على زاد سي ناقص زاد A.
زد بي ناقص زد او على زد سي ناقص زد ا، ونعوض ونبحث على الفا كما يلي. زد بي واش تساوي؟ زد بي تساوي من المفروض تساوي جذر 3 زائد اي، جذر 3 زائد اي، جذر 3 زائد اي على زد سي اللي هي جذر 3 ناقص اي ناقص زد ا اللي هي 2 اي، ويساوي جذر 3 زائد اي على جذر 3 ناقص 3 اي. لو تلاحظون ان هذا العدد هو مقلوب العدد السابق اللي حسبنا له الارغيمون قبيل، نقدروا في هذه الحاله نضربوا في المرافق ونقسموا على المرافق، ما نحسبوش بالطريقه اللي قبيل اللي لاحظ انها معقده شويه. نضرب في المرافق ونقسم على المرافق، جذر 3 زائد 3 اي، تبعوها درجه درجه، جذر 3 زائد 3 اي يساوي ماذا؟ يساوي جذر 3 في جذر 3 تعطي لي 3، جذر 3 في 3 اي تعطي لي 3 جذر 3 اي، اي في جذر 3 يعطي لي جذر 3 اي، اي في 3 اي يعطي لي ناقص 3 او 3 اي مربع، واي مربع تساوي ناقص 1 النتيجه ناقص 3، على جذر 3 ناقص 3 اي في جذر 3 زائد 3 اي تعطيه طاوله احدهما، والله ا ناقص ا مربع ناقص ب مربع، بالتالي راح تكون 3 مربع 3 جذر 3 مربع زائد 3 مربع، النتيجة راح تكون 12، ويساوي ماذا؟ يساوي 3 ناقص 3 راح تروح، 3 جذر 3 زائد اي زائد جذر 3 اي تعطي لي 4 جذر 3 اي على 12، ويساوي 4 تروح مع 4 تعطي لي جذر 3 على 3 اي. هكذا نكون وجدنا الفا، الفا ماذا يساوي؟ جذر 3 على 3 اي. نعوض في إحدى المعادلتين، ونظن بلي هذه أبسط لأن فيها الصفر، باش نلقى بيتا. نهار نلقى بيتا نكون قد وجدنا العبارة المركبة للتشابه المباشر. بالتعويض في المعادلة الأولى نجد، بالتعويض في المعادلة الأولى نجد، ماذا نجد؟ أن الصفر يساوي ماذا؟ يساوي الصفر ألفا اللي هو جذر 3 على 3 اي ضرب ماذا؟ زد ا اللي هي 2 اي زائد بيتا. هذا يستلزم ان بيتا ماذا يساوي؟ اي في الاي لهنايا تعطيه ناقص 1، بالتالي النتيجه راح تكون 2 جذر 3 على 3، زد ا ساتاكد انها هي نفسها 2 اي، نعم اي في الاي ناقص 1، بالتالي النتيجه هذه راح تكون ناقص 2 جذر 3 على 3، نجبدها في الجهه الاخرى تعطيني النتيجه 2 جذر 3 على 3، ومنه العبارة المركبة للتشابه اس، نقدر نكتبها بالشكل هذا، زاد فتحة يساوي ماذا؟ يساوي زاد فتحة يساوي الفا اللي هي جذر 3 على 3 اي جذر 3 على 3 اي في زاد زائد بيتا اللي هي 2 جذر 3 على 3. هكذا نكون قد وجدنا العبارة المركبة للتشابه اس، هكذا نكون قد وجدنا العبارة المركبة للتشابه S محددا عناصره المميزة، محددا عناصره المميزة. نحدو نقدر نمحو هذا الجزء ونحدو العناصر المميزة للتشابه S. عدنا العبارة المركبة كما شاهدتم، عدنا عموما إذا كان تشابه مباشر كتابته المركبة زاد فتحة يساوي ألفا زاد زائد بيتا ما عدا الانسحاب. هنا في هذه الحالة عناصر مميزة اللي هي الزاوية والمركز والنسبة، الزاوية هي أرجمو ألفا، النسبة هي طويلة ألفا، أما المركز فهو بيتا على واحد ناقص ألفا. نقدر نحسبوها دركا، نحسبوها بشوية، عدنا نعود نكتبوا عبارة التشابه تاعنا، زاد فتحة يساوي جذر 3 على 3 إي في زاد زائد 2 جذر 3 على 3. راح نحسبوا النسبة، أولا النسبة ك، سموها ك، ك ماذا يساوي؟ ك يساوي طويلة ألفا، طويلة ألفا نخلوها كقانون بصفة عامة، طويلة ألفا كقانون بصفة عامة، الألفا في هذه الحالة هو جذر 3 على 2 إي، جذر 3 أو على 3 إي طويلة، طويلة عدد مركب
الاكس تاعه يساوي الصفر مباشرة هو المعامل بالقيمة المطلقة، معامل اي بالقيمة المطلقة، وبالتالي جذر 3 على 3. ننتقل الآن إلى الزاوية، الزاوية سموها تيتا مثلا. الزاوية في الحقيقة الزاوية ليست واحدة، وبالتالي هنا راني عدلت في التمرين، وزاوية له بي، قد تكون 3 بي، قد تكون كل ما أضفنا 2 بي مش راح تأثر، مش راح تأثر الزاوية. زاوية إحدى زواياه بي فقط. الزاوية تيتا، تيتا ماذا تساوي؟ القاعدة تقول، القاعدة تقول أرجمو ألفا، أرجمو ألفا، أرجمو ألفا، معناه هنا في هذه الحالة هي أرجمو جذر 3 على 3 إي، عدد تخيلي صرفا معامله موجب، مباشرة أن الزاوية تساوي فعل 2. تقدر ترسمه تعينه صورته، صورته راح تجي في هذا المحور لهنايا، بما أن المعامل موجب الزاوية راح تكون فعل 2 بكل بساطة، زاوية قائمة. أما المركز، أما المركز عنده قانون، عنده قانون سموه أوميغا أو سموه اسم آخر، سموه مثلا دي، المركز دي. تفديت تسمية أوميغا لأن مركز الرباعي سابقا هو أوميغا. المركز دي، زد دي نعينه اللاحقة فقط، زد دي تساوي، القاعدة تقول ماذا تقول؟ تقول بيتا على واحد ناقص ألفا، على واحد ناقص ألفا. بيتا في هذه الحالة وش هي؟ هي 2 جذر 3 على 3 على واحد ناقص ألفا، 2 جذر 3 على 3، 2 جذر 3 على 3 على واحد ناقص ألفا، اللي هي اللي هي جذر 3 على 3، جذر 3 على 3 اي. بإمكاني أن أكتب هنا 3 على 3 ونختزل 3 مع 3. بعد التبسيط سأبحث عن النتيجة بالآلة الحاسبة، سأبحث عن النتيجة بالآلة الحاسبة عفوا، أو نخدموها، نخدموها مباشرة عادي. تولي 2 جذر 3، تقدروا تحسبوها بالآلة الحاسبة، على 3 ناقص جذر 3 اي هكذا، نظر في المرافق ونقسم على المرافق، المرافق اللي هو هنا 3 زائد 3 جذر 3 اي، هنا 3 زائد جذر 3 اي ويساوي لهنا راح تكون 12 المقام، المقام راح يكون 12، البسط راح يكون 2 جذر 3 في 3 تعطيني 6 جذر 3، 6 جذر 3 زائد جذر 3 في جذر 3 في 3 في 2 زائد 6 اي، بالتالي راح تكون النتيجة بعد الاختزال تعطيني جذر 3 على 2 زائد نصف اي. أرى بوضوح أن مركز التشابه المباشر هو نفس أوميغا، مركز الرباعي اللي سبق وأن حسبناها في السؤال الثاني. هذه هي العناصر المميزة للتشابه المباشر، وهذه قواعدها للتذكير، وهذه قواعدها للتذكير. ننتقل الآن إلى السؤال 3 ب، تحقق أن آس سرون آس تشابه مباشر نسبته 1 على 3 وزاوية له بي. هنا عندنا طريقين للإجابة، طريقين للإجابة إذا كان عندنا تركيب تشابهين مباشرين. هنا رانا نتكلموا تشابهين مباشرين، قد يكون دوران وتشابه مباشر بصفة عامة، قد يكون دوران وتحاكي، دوران ودوران، كلها تشابهات مباشرة ما عدا الانسحاب، سأستثني الانسحاب لحالة لتفصيل آخر. دوران والتحاكي، ودوران والتحاكي، والتشابه المباشر بصفة عامة، كلها تشابهات مباشرة. إذا كان راح نركب تشابهين مباشرين أو عدة تشابهات مباشرة عدها نفس المركز، ببساطة راح يكون مركب تشابهين هذو هو تشابه مباشر، نسبته، نسبته ما هي نسبته؟ جداء النسب، وزاويته مجموع الزوايا، ومركزه نفس مركز كل منهم، لأنني هنا هدرت في البداية أنني قلت عندهم نفس المركز. إيه؟ أما بصفة عامة مركب تحويلين نقطيين نعوض بالطريقة العادية، نقدر نكتب آس، آس الأول تاعنا وش هو؟ زاد فتحة يساوي، هذه بصفة عامة، جذر 3 على 3 إي في زاد زائد 2 جذر 3 على 3. نعود آس أو التحويل الثاني مهما كان، نعود آس، زاد فتحة يساوي جذر 3 على 3 إي في زاد زائد 2 جذر 3 على 3. راح نستخدم هذه الطريقة التقليدية لأنه قال لك تحقق أن آس رون آس تشابه مباشر، لأنه هو المعروف أن تركيب تشابهين مباشرين هو تشابه مباشر. بما أنه قال لك تحقق راح نستخدم هذه الطريقة التقليدية النمطية. نعم،
اس رو اس هذا التحويل الثاني، نفترض ان هذا التحويل الثاني في الكتابه، قصدي على اليمين، العباره تاعو كامل باش نحصل على مركب التشابهين نعوضها في الزاد هذه. ايوه، بمعنى انه راح يكون عندي اس رو اس، هذه نقدر نخدمها حتى يكون ما عندهمش نفس المركز. زاد فتحه يساوي ماذا؟ يساوي جذر 3 على 3 اي مضروبه في العباره تاع التحويل اللي مكتوب على اليمين طبعا، اللي هي جذر 3 على 3 اي في زاد زائد 2 جذر 3 على 3 زائد نكمل 2 جذر 3 على 3. طبعا كملوا اس رو اس واش راح يكون؟ اس رو اس واش راح يكون؟ نغير القلم لان هذا راني لاحظ بلي راه بدا يتلاشى. ننشر لهنايا، جذر 3 على 3 اي في جذر 3 على 3 اي في زاد، الاي في الاي تعطيني ناقص، زاد فتحه يساوي ناقص. جذر 3 على 3 في جذر 3 على 3، البسط في البسط والمقام في المقام، جذر 3 في جذر 3 تعطيني 3، 3 على 9 تعطيني 1 على 3، 1 على 3 في زاد زائد نكملوا جذر 3 على 3 اي مضروبه في هذه، جذر 3 على في جذر 3 تعطيني 3 تروح مع 3 تعطيني النتيجه 2 على 3 اي زائد 2 على 3 اي، ونكمل الباقي زائد 2 جذر 3 على 3. هنا ما يهمش الترتيب التخيلي هو الاول او الثاني، هذا هو اس رو اس. لاحظ انه له نفس الكتابه التقليديه للتشابه المباشر اللي هي الفا زاد زائد بيتا، الفا ينتمي الى سي نجمه، زاويه او نسبه التحويل، نسبه التشابه هي ارجمو الفا، نسبه التشابه هي طاوله الفا وزاويته هي ارجمو الفا. نشوف ونتاكدوا هل النسبه 1 على 3 والزاويه بي او لا. نطبقوا نفس القوانين السابقه، قبل ذلك هذا راه تشابه مباشر بما انه يكتب من شكل الفا زائد زائد بيتا، حيث الفا لا يساوي الصفر او ينتمي الى سي نجمه. نبحث مباشره، عندنا اس رو اس تشابه مباشر، قد يختلط الامر على بعض التلاميذ، يقول لك اذا لقيت هنا عدد حقيقي راه تحاكي، راه حاله خاصه من التشابه المباشر. لا تقلق، اس رو اس تشابه مباشر ما بين قوسين، بما ان عباره اس رو اس من الشكل هذا الشكل يكفي انه يكون تشابه مباشر، زائد بيتا حيث الفا وبيتا ينتميان الى سي نجمه وسي حيث الفا وبيتا ينتميان الى سي نجمه جداء ديكارتي لمجموعتين، معناها الاول ينتمي الاولى والثانيه ينتمي الى الثانيه. هكذا كملنا التبرير تاع التشابه المباشر. روحوا نحسبوا زاويته، سموها تيتا فتحه، بما اننا سمينا الزاويه التشابه اس تيتا سموها تيتا فتحه، هي ارجمو ناقص 1 على 3. ارجمو عدد حقيقي سالب مباشره تساوي بي، علاه؟ لان كل الاعداد الحقيقيه السالبه صورها تمثل في هذه الجهه، وبالتالي الزاويه الرابطه ما بينها وبين اي شعاع الوحده هي 180 درجه او بي راديان. ننتقل كذلك الى النسبه ك، النسبه ك تساوي طويله ناقص 1 على 3. الطويله بما ان هذا عدد حقيقي طويله هي نفس القيمه المطلقه وبالتالي 1 على 3، نكون قد اجبنا على السؤال ب. نسبته 1 على 3 واحدى زواياه هي بي. ننتقل الان الى السؤال ج، مشكور زميلي خالد جاب لي سيال او ماركور كما يسمى باللغة الأجنبية. ننتقل الآن إلى السؤال جيم. السؤال جيم ماذا يقول؟ نضع اف التحويل النقطي المعرف ب، اف يساوي اس رو اس رو اس رو اس تركيب ان مرة للتحويل اس او التشابه المباشر السابق اس. كما قلت لكم فيما سبق
أن تركيب تحويلات لها نفس المركز أو تركيب تشابهات مباشرة لها نفس المركز هي ماذا؟ هي تشابه مباشر أيضاً زاويته هي مجموع الزوايا ونسبته هي جداء النسب. بمعنى أن F خصائصه نسمو مثلاً زاويته تيتا آن. تيتا آن هي مجموع الزوايا بمعنى زاوية هذا زائد زاوية هذا زائد زاوية هذا زائد زاوية هذا واش تساوي؟ تساوي تيتا اللي هي زاوية S زائد تيتا زائد تيتا زائد تيتا آن مرة آن مرة ويساوي آن تيتا. تيتا لقيناها فيما سبق بي على 2 صافي آن بي على 2. نفس الطريقة كآن اللي هي نسبته قلنا هي جداء النسب. نسبة الأول نسبة S سميناها كا قبيل كا في كا في كا آن مرة ويساوي كا أس آن. بمعنى أن F هو عبارة عن تشابه مباشر. تشابه مباشر ماذا؟ زاويته آن بي على 2 ونسبته كا أس آن. كا سبق أن لقيناها قبيل اللي هي جدر 3 على 3 أس آن طبعا النسبة السابقة تاع S. إيه السؤال عين قيم العدد الطبيعي آن حتى يكون F تحاكيا نسبته سالبة. ما معنى تحاكي نسبته سالبة؟ معناه أن تشابه مباشر أولا قبل باش يكون تشابه مباشر تحاكي وش لازم؟ لازم يكون ألفا عدد حقيقي. لازم يكون هذا عدد حقيقي. عدد حقيقي معناه أن الأرجمون تاعو تساوي صفر ريال بي. عدد حقيقي سالب معناه أن الزاوية بي. بمعنى أن هذه لازم تكون الزاوية بي. بي زائد 2 كابي طبعا. اي نقدر ناكدوها مثلا هذا زاد فتحي يساوي 3 زاد زائد 4 زائد اي. هذا عباره عن تحاكي في نفس الوقت تشابه مباشر. اذا اعتبرناه تشابه مباشر ارجمون 3 هي 0 تشابه مباشر زاويته 0 او تحاكي نسبته 3. مثلا اذا انتقلنا الى زاد فتحي يساوي ناقص 4 في زاد زائد جذر 3 زائد 71 اي. نقص 4 عدد حقيقي في نفس الوقت عدد مركب. إذا اعتبرنا التحويل هذا تحاكي نسبته مباشرة نقص 4. أما إذا اعتبرناه تشابه مباشر وكلا الأمرين صحيح نسبته طويلة نقص 4 اللي هي 4 وزاويته أرجمون نقص 4 اللي هي بي. بمعنى أن في العمل تاعه أو في طريقة التحويل تاعه إذا كان هذا المركز مثلا نسبته نقص 4 بمعنى أن هذا الشعاع يضرب في نقص 4 معناتها تولي صورة النقطة هنايا تولي لهنايا إذا كان هذه 4. أما إذا اعتبرت التشابه أولا يدور بزاوية بي ثم يضرب في النسبة اللي هي 4. أعتقد أن الأمر شوية فيه معلش نواصل. سؤال اللي يحب يجاوبني عليه زاد فتحة يساوي ناقص زاد زائد واحد زائد اي. اتركوا الإجابة في التعليق. طبيعة هذا التحويل هو تشابه مباشر أيضا. شوفوا لي لا تحاكي ولا حاجة واحدة أخرى. السؤال عين قيم العدد الطبيعي آن حتى يكون آف تحاكي نسبته سالبة. بمعنى أن الزاوية تساوي بي زائد 2 كابي. زائد 2 كابي هنا أكيدة عدنا آف تحاكي نسبته سالبة يكافئ أن الزاوية آم بي على 2 ماذا تساوي؟ تساوي بي زائد 2 كبي زائد 2 كبي زاوية عموما ولم أقول إحدى زوايا. نقدر نخرج بي عام مشترك ونطلع 2 لهنايا. نقدر نمحي لهنايا. تولي ان بي يساوي 2 بي طلعت 2 بي في 1 زائد 2 ك حيث ك عدد طبيعي طبعا حيث ك عدد طبيعي طبعا. البي تروح مع البي صافي ان وش يساوي 2 زائد 4 ك. معناتها ما حصلنا على والله ما اخترنا ان من الشكل هذا راح يكون التحويل تاعنا اس رو اس رو اس. معناها ان مثلا ك 5 مثلا ك 5 4 في 25 زائد 2 22. اذا كان تركيب 22 مره راح نحصل على تحاكي. اذا كان تركيب نفس الطريقه مثلا كا يساوي 1 6 تولي 6. اذا كان ركبناه 6 مرات راح نحصل على تحاكي. كاين ملاحظه لم ترد في التمرين. من المفروض يكون ان
أكبر من أو يساوي 2، لأنه يستحيل أن يكون آن يساوي 0 مثلاً، لا يوجد تركيب، أو آن يساوي 1 لا يوجد تركيب، آن أكبر من أو يساوي 2. هكذا نكون قد قدمنا إجابة أو محاولة إجابة للتمرين المقترح. أعتقد أن فيه مازال سؤال آخر في يتعلق بمجموعة النقط سنراه في فيديو آخر. شكرا على المتابعة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لانتقاداتكم صدورنا رحبة واسعة. السلام عليكم.